الآن يبدو بأنه بدأ خروج عدد من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هنا من داخل محكمة المحكمة المركزية الإسرائيلية، وذلك استعدادا للمحكمة التي عمليا بدأت قبل حوالي 45 دقيقة من الآن، عندما وصل بنيامين نتنياهو وبرفقته مجموعة من كبار رجال الأمن الإسرائيلي الذين أيضا يتابعون هذه المحكمة، وطبعا عدد من المحاميين الذين خرجوا للتوه من هذه المحكمة. كما نعلم بأن المحكمة تزال مستمرة، بدأت حوالي قبل نصف ساعة، وذلك كجزء من مشهدية لم تشهدها إسرائيل منذ قبل أبدا. لم يكن هنالك رئيس وزراء إسرائيلي عمليا يتم محاكمته بهذه الطريقة العلنية. في المقابل المئات من أنصار حزب الليكود الذين أيضا يحتشدون هنا قبالة المحكمة المركزية في إسرائيل، هذه المحكمة المركزية التي تقع في وسط القدس الشرقية المحتلة، ولكن أولئك أيضا جاءوا للتعبير عن دعمهم المطلق لبنيامين نتنياهو، الذين قالوا بأن نتنياهو هو ملك إسرائيل. المتابعة الأمنية من قبل المخابرات الإسرائيلية، شين بيت، الحرس الخاص لبنيامين نتنياهو، وأيضا القوات الخاصة والقناصة، كلهم يتابعون ما يجري في المربع الأمني الذي تم إغلاقه قبل قليل، وذلك لبدء المحاكمة التي على بنيامين نتنياهو أن يشارك في الجلسة الافتتاحية علنا، بمعنى بأنه وجب عليه الحضور إلى المحكمة، حضور الجلسة الافتتاحية، سماع التهم الموجهة إليه وهي الخيانة والرشة وسوء استخدام السلطة. نحن نتحدث عن ثلاثة قضايا فساد من أصل خمسة قضايا، قضايا الأساسية بملف 1000 و2000 و4000، في المحصلة هي تتعلق بتلقي لرشا سجائر من النوع السيجار من النوع الفاخر وشمبانيا وما إلى ذلك من الهدايا مقابل تسهيلات إدارية ووزارية. أيضا هنالك رشا من قبل الصحافة الإسرائيلية تقديم تسهيلات تتعلق بقسم الاتصالات مقابل أن يكون هنالك تقارير إيجابية. بنيامين نتنياهو جاء برفقة ابنه عفير، والذي عمليا سوف يدخل معه إلى قاعة المحكمة، ولكن المحكمة فرضت بأن لا يكون هنالك حضور لطاقم المحامين الذي يتكون من أكثر من 11 محاميا، وأنه فقط سوف يسمح لمحامي واحد وبالتناوب إذا أرادوا الدخول إلى القاعة. نتنياهو لا يريد أن تكون هذه الانتخابات عمليا، هذه المحاكمة سريعة، إنما يريد أن تكون بطيئة، كل شهر هنالك جلسة فقط. هذا المحامين يطالبون بذلك، ولكن الادعاء العام، ويبدو حتى بأن مجلس القضاء يرى بأن هذه المحاكمة يجب أن تكون سريعة، يطالبون بأن تكون جلستين أسبوعيا، وذلك لمتابعة ملفات الفساد. الدفاع يقول بأن من الصعب أن يكون هنالك جلسات بسبب الكورونا، بسبب عدم الاطلاع على الملفات الكثيرة التي يتم تقديمها إلى المحكمة، إضافة إلى العشرات من الشهود الذين عليهم أن يأتوا إلى المحكمة المركزية وسط القدس الشرقية. سبب وجود هذه المحكمة هو لا علاقة له ببنيامين نتنياهو. المحكمة المركزية عمليا هي موجودة في القدس الشرقية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذا طبيعي جدا. هنا حكم أولمرت، وهنا حكم مشركة ساب وغيرهم من أساس الإسرائيليين الذين تورطوا إما بالفساد كأولمرت، أو تورطوا بالتحرش الجنسي كما حدث مع مشركة ساب. ولكن قبل ثلاث ساعات كان بنيامين نتنياهو يترأس المجلس الوزاري الإسرائيلي الأول منذ الانتخابات الإسرائيلية حتى تم تعيين المجلس الأمني المصغر خلال هذه الجلسة الافتتاحية، وبالتالي نتنياهو يقول بأنه مستمر على رأس عمله، وأولئك يقولون نتنياهو الملك، طيب نتنياهو هو رئيس الوزراء، نحن نحبك، نحن نحترمك، وما إلى ذلك من الشعارات المؤيدة له. أحمد، بالفعل يعني هو ترأس الجلسة اليوم، وأردت السؤال، سواء طالت هذه الجلسات أو قصرت، كيف تؤثر على دوره السياسي اليوم؟ حتى لو تم إدانة بنيامين نتنياهو في هذه المحكمة بعد أشهر طبعا، وتم إدانته وبالتالي حبسه على سبيل المثال، يمكن له أن يبقى رئيس الوزراء لغاية الاستئناف الذي يمكن أن يستغرق أيضا لعام أو عامين. بمعنى آخر، بنيامين نتنياهو سوف يبقى رئيسا للوزراء في الفترة الأولى التي تم الاتفاق عليها مع أزرق أبيض لمدة سنة وثمانية أشهر، وبالتالي فعمليا بنيامين نتنياهو خلال الفترة الأولى سوف لن يكون هنالك إمكانية قانونية وقضائية، لأن الجلسات كما تعلمين حتى بالوقت الطبيعي تأخذ المزيد من الوقت، وناهيك عن الكورونا. ولكن بنيامين نتنياهو أعلن بأنه لن يستقيل
إلا إذا كان هنالك إدانة واضحة له، وسوف يستكمل عمله. يعتبر بأن المحاكمة هي محاكمة سياسية وليست محاكمة تتعلق بقضايا الرشا والفساد. ووقع معه حزب أزرق أبيض أنه سوف يبقى ذلك الأمر ساريا، وبالتالي حتى لو تم إدانته دون الاستئناف أي قبل الاستئناف سوف تبقى الحكومة الإسرائيلية قائمة. اليسار الإسرائيلي عدد من حقوق الإنسان، ما يسمى بمنظمة عدالة الحكم، تقول بأنه من غير المقبول أن يكون هنالك رئيس وزراء إسرائيلي في الوقت الذي هو يحاكم يدير دفة الحكم في إسرائيل. ولكن هذه الأصوات في نهاية المطاف لا تسمع حتى لو أجرت الانتخابات في إسرائيل غدا. بنيامين نتنياهو هو صاحب الشعبية الأعلى في إسرائيل. أحمد البوديري مراسل الغد من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.